اليوم رح نعمل سود الدجاج او كبد الدجاج بطريقة كتير بسيطة وسهلة. هلا انا جايب الكبدة هاي ومنظفها وجاهزة للشغل. هالكمية انا اللي عندي اياها هون حوالي 3 ارباع الكيلو، كيلو الا ربع. اهم شي ننزلها على مقلاية سخنة. هلا انا مقطع القطع كبيرة شوي، ما لازم تكون صغيرة. هلا هدول اسنان التوم رح نحطهم هيك، بس هيك نهرسهم هرسة صغيرة ونحطهم معه. تروح لنا الزنخة قدر الامكان، وما رح نحط لها توابل هلا، لوقت ما هيك ما تستوي شوي، تقرب تستوي. رح نحط معهم كم سن توم، نحط لها توم، نقلبها منيح مع الخضار هاي اللي فرمناهن. رح نحط لها شوية ملح ورشة قرفة خفيفة عشان الزفارة، شوية بهار أو 7 بهارات، وكزبرة ناشفة. لهيك عصرة ليمون بالأخير تعطيها طعمة كتير طيبة مع التوم والكزبرة اللي حطيناهم. شوفوا ما احلاها. وانا عامل معها شوية طحينة او الحمص اللي بتحبوه مع بطاطا، جربوها وباذن الله بتعجبكن. سلامات.